اهلا بحضراتكم، نسعد بتجدد اللقاء معاكم. حاليا اعداد كبيره جدا من اصحاب المحلات التجاريه بيتساءلوا سؤال هام، وهو عن قانون المحال العامه الجديده. طبعا هذا القانون هدفه بالتاكيد التيسير، او خلينا نقول التبسيط، بغرض ضم القطاع الاكبر من المحلات غير المرخصه للقطاع الرسمي. طبعا بحسب ما قالته وزاره التنميه المحليه، هذا القانون الجديد بيختص بتطبيق الاشتراطات العامة والخاصة، بالتالي احنا بنتكلم انه هذا القانون بيضمن وجود حوافز لكل المواطنين من خلال التبسيط والتيسير. زي ما قلنا، هذا القانون بيعمل على تقنين الأوضاع الحالية، وكمان بيمنح فتح فترة أو مهلة لتقنين أوضاع المحلات غير المرخصة. كمان هو بيعد يمكن نقل لضم الاقتصاد غير الرسمي أيضا. ايه بقى التفاصيل الخاصة بهذا القانون؟ وايه هي رسوم التراخيص الرسمية لهذه المحال؟ كل هذه التفاصيل هنستعرضها مع حضراتكم في هذه الفقرة، اساسا انكم تتابعوها. طيب، اولا وزارة التنمية المحلية قالت انه حاليا بتعمل على تأهيل او تدريب القائمين على تطبيق قانون المحلات رقم 154 لسنة 2019 بمختلف المحافظات، وده تمهيدا لتطبيق القانون خلال الفترة اللي جاية لتقنين وضع المحلات، بهدف طبعا ان يكون في ضبط للانشطه التجاريه بشكل عام، يعني تقنين التجاوزات، استرداد حق الدوله. كمان الماده السادسه من قانون المحلات نصت على انه الوحدات المحليه واجهزه المدن التابعه لهيئه المجتمعات العمرانيه بتنشا فيها مراكز لاصدار تراخيص المحال العامه، وبيصدر ايضا بانشاء تلك المراكز قرار من اللجنه، طبعا على ان تكون برئاسه احد المختصين او العاملين في الوحده المحليه او جهاز المدينه، ايضا عضويه ممثلين من كل او عن كل، يعني من مديريه الامن والامن الصناعي ومديريه الصحه، جهاز شؤون البيئه والهيئه القوميه لسلامه الغذاء. في نقطه مهمه جدا، انه بيتوجب على المركز المختص ابلاغ ماموريه الضرائب ومكتب التامينات المختصين بالمحال المرخص فيها خلال مده ما تزيدش عن شهر من تاريخ الترخيص. طيب، ننتقل برضو كمان لجزئية مهمة جدا، وهي فكرة الرسوم، رسوم معاينة المحلات، ودي بالطبع يمكن من أهم النقاط اللي ممكن يكون بيسأل عنها أصحاب المحلات. تفاصيل بتقول إنه أشار قانون المحلات إنه في حالة قبول طلب ترخيص المحل بصفة مبدئية، بيتم مطالبة صاحب الترخيص بسداد رسم المعاينة واللي مش بيتجاوز 1000 جنيه. في حالة حدوث وفاة لصاحب الترخيص، القانون هنا بيقول انه على الورثة اختار المركز المختص خلال مدة شهر من تاريخ صدور اعلام الوراثة باسمائهم واسم اللي بينوب عنهم، ويكون النائب ده مسؤول عن تنفيذ احكام القانون، وطبعا مع اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل ليهم خلال 6 شهور، مش اكتر من كده. طيب، نقطة مهمة تانية، طيب ايه اللي حصل عن حالات غلق المحل؟ القانون الجديد أكد إنه بيجوز غلق المحل إدارياً في عدة حالات، ويمكن منها مزاولة نشاط تجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء يعني على الطرق العامة أرصفة، زائد كده كمان في مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية إذا أصبح المحل غير مستوفي لهذه الاشتراطات اللي بنقول عليها اللي بيطلبها القانون بالتأكيد، أو يعني حصل اي اخلال بحاجه زي دي، حصل ازعاج جسيم طبعا بيضر براحه المواطنين او غيره، وخاصه طبعا ساكني هذه المناطق، يعني بيكون في بالتاكيد يعني اجراءات. طيب، بالنسبه للخطوات، يعني الخطوات بالتفصيل كمان اللازمه اللي لازم يتبعوها قبل قبول طلب الترخيص بصفه مبدئيه، خلينا نقولها مع بعض مع حضراتكم نستعرضها سريعا. أولا، في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن اختيار القبول النهائي التالي. أولا، أنه جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به تكون موجودة. الحاجة الثانية، بيكلف طالب الترخيص بأداء رسم معينة زي ما قلنا لا يتجاوز 1000 جنيه، طبعا ده وفقا لفئات رسم المعينة اللي بيصدر بيها قرار من اللجنة. ثالث حاجة، متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات، هيقوم صاحب المحل باختار المركز المختص بكتاب يعني موصى عليه وبعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى يمكن تحددها اللائحة التنفيذية. رابع نقطة، إنه على المركز المختص منح الترخيص متى يتم التحقق من استيفاء هذه الاشتراطات المتطلبة، وده يمكن خلال مدة مش بتتجاوز شهر من تاريخ الاختيار نفسه.
النقطة الخامسة إنه إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إنه يتم إختاره بالاشتراطات اللي تم استيفائها خلال نفس المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. طيب، طالب الترخيص يجب إنه يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات الخاصة بيه اللي تم استيفائها تماما وإعادة المعاينة بعد سداد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى. طيب، سابع فقرة أو سابع طلب أو سابع خطوة، يصدر الترخيص بعد سداد رسم ممكن ما يقلش عن 1000 جنيه ولا يتجاوز 100,000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. طيب، دي كانت يمكن التفاصيل الأهم حاولنا نقولها مع حضراتكم سريعا خاصة بقانون المحلات الجديد. حاولنا يعني نستقرأ كده سريعا التفاصيل الموضوع وإيه مستجداته. شكرا للمتابعة في كل الأحوال، لكن ما زال لدينا المزيد من التغطيات واللقاءات المتفردة من تلفزيون اليوم السابع، أرجوكم تابعوها.